مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. ثم كيف ما كتشاهدوا معنا، احنا الان في منطقة الرحمة بالضبط في الطريق اللي كتطلع للاندلس، واحد الحالة كارثية لواحد الطريق. شوفوا معنا انتم السيارات كيف كيدوزوا من الطريق، زعما صراحة المسؤولين فين هما ديال مدينة الدار البيضاء، فاش كيكون شارع رئيسي تيتقاد، فاش كتكون طريق عادية أو لا طريق فرعية أو لا في الشوارع أو لا في الأزقة كتكون في هذه الحالة الكارثية. يعني نتوما كيف ما كتشاهدوا معنا، هاد الطريق السيارات اللي كيدوزو منا كلهم تيخسرو بسبب هذا المشكل ديال هاد الطريق اللي كلها محفرة. أما فاش كتكون الشتا وكيكون يعني الغيس وداكشي، راه واحد الوضع اللي صراحة جد جد كارثي. حتى الساكنه ديال هذه المنطقه تحرموا من الطاكسيات بسبب ان الطاكسيات ما كيبغوش يدوزوا من هنايا بسبب هذا المشكل هذا، وبسبب سوء البنيه التحتيه للمنطقه. يعني ماشي سهل ان تلقى الناس اللي شاريين الزابارتمون ديالهم هنايا باش انهم يسكنوا، في الاخر كيتفاجئوا ان الطريق على هذا الشكل. كيف ما كتشاهدوا معنا، انتم كيف ما كتشاهدوا معنا، الناس اللي في هذه المنطقة شاركوا معنا في التعليق شنو رأيكم في هذا الوضع، شنو رأيكم في هذا الشيء اللي واقع هنا. صراحة راه حشومة هاد الشيء اللي كنشاهدو دابا حاليا. مكرهناش ان كل مسؤول على كل منطقة انه يقاد الوضع ديالو. نتوما كيف ما شاهدتم انا الطريق كدي وكتجيب، السيارات غاديين جايين، الدراجات الهوائية، النارية، بنادم اللي الراجلين حتى هو كيتمشى. دونك نتوما كيف ما كتشاهدو معنا وشوفوا الطوموبيلات كيفاش كيدوزو، يعني كيبجيو المطر كذلك. الا كانت الشتا والغيس راه الطريق كلها كتغيز هنا والطريق كتزيد تحفر اكثر واكثر. صراحه هذا الوضع كارثي بمعنى الكلمه. داكشي علاش كنتمنوا ان الناس المسؤولين على المنطقه انهم يدخلوا ويحلوا هذا المشكل. لهنايا القواد ما كاينينش، فاش كتصب الشتا راه كيولي الوضع بحال كيولي هنا بحال لابيسي، يعني ما كيتحبس وكيدخل دوك الحفاري كيولي داير شي واحد كيقدر انه يفزق ولا شي حاجه وهاد حالته. الناس المنطقه ديال هنايا ولا الساكنه ديال المنطقه ديال هاد البلاصه ندموا حيت شراو هنايا بسبب هاد الطريق، بسبب الطريق اللي في حاله كارثي. يعني في البلان كتكون حاجه في الواقع حاجه اخرى، وهذا الشيء كيألم فاش كنشوفوا ان الطرقات دايرين بحال هكا، الناس حاطين الخطوط وحاطين الخطوط وفي الاخر الطريق بهذا الشكل. تشوفوا غير السيارات كيفاش كيدوزوا يعني بواحد الصعوبه. يعني كنتمنوا ان الناس المسؤولين على المنطقه انهم يدخلوا، بزاف ديال الناس كيتفرجوا عليهم الطوموبيلات ديالهم، بزاف ديال الناس كيكونوا دايزي من هنا كتوقع عليه بياسه في الطوموبيل اولا كتفرقع الرويضه اولا شي اكسيدون، الله يحفظ يقدر غير يبغي يهرب على شي حاجه يدخل. احنا غادي نشوفوا في الطريق نوريكم الطريق كي دايره حتى في الهبطه، الهبطه على الكوميساريه وعلى بيم راه حتى هي من الشكل. احنا غادي نقربوكم دابا من الوضع باش تعرفوا علاش كنهضروا بالضبط. Thank you.
الكار ديال هاد الشارع اخر موضوع اخر.